معجزة ملأ أنبياء، فدورة أرض بغير فضاء، فمعجزة ملأ أنبياء، فدورة أرض بغير فضاء، بغير فضاء، بغير فضاء. وسيادتك يا فندم، احنا بنتحرك بالمكنه دلوقتي بسرعه 25 ملي في الدقيقه. احنا الحد القاطع من فوق على بعد حوالي، اول ما ابتدى كان 60 سنتي، ومن تحت حوالي 30 سنتي. المخطط باذن الله يعني تطلع في خلال يعني 7 لـ 8 دقائق من اول ما ابتدت. الحمد لله، يعني زي ما سيادتك شايف، احنا المره اللي فاتت كان الطلوع يعني متباطئ شويه عشان الحيطه كانت مسلحه. احنا طورنا المره دي وعملنا الحيطه خرسانة عاديه، بحيث ان احنا يعني ما تاخدش وقت في الطلوع زي المره اللي فاتت باذن الله. وزي ما عرضنا على سيادتك، المكنه اول ما تطلع بتاخد فتره في الفك بتاعها حوالي شهر ونص. في خلال الفتره دي احنا هنكون استكملنا الاعمال المتبقيه داخل النفق، حوالي كيلومتر متبقي من داخل نفق جسم الطريق. احنا عملنا لغايه 2100 زي ما تعرض على سيادتك، متبقي حوالي كيلو ان شاء الله يكونوا خلصوا برضو على اخر شهر رمضان، يعني على العيد باذن الله نكون الاعمال المدنيه داخل النفق خلصت بنسبه كبيره باذن الله. تحت امر سيادتك فندم.